كوبري يدوش، يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية. ونشوف على طول مهارات النهاردة والحركات اللي هنبدأ بيها ونشوف اللي هيحصل. ده هو بقول لك في مومنتس ليتر، اهو اللي هيحصل. ده هو بيصطاد عصافير يا ابن حرام عليك، مقعدهم ده كله. ده اتنين، الله الله الله، امسك امسك نفسك، مش مصدق اهو. بقول لك انا هنتحر وحط نفسه في الشنطة كله عشان الكوبري. يا نهار اسود، ده شغال ياخد كوبري قدامه كوبري ورا، ده هو فتحها خرم. وده هو رونالدو عامل اللي فيها رونالدو، وادي كيليان امبابي بيقلد امبابي، ده بيقلد فيرنر، معروف طبعا فيرنر على طول في الهوا بيشوط. شوف ده اللي بيسخن بره ده، ايوه. وبعدين سايبين الماتش وبيجيب لنا اللعيبه اللي بتسخن. شوف هيحصل ايه. الله 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 الله، هو محدش قادر عليه؟ فهو لازم يعملوا كده. كوبري يدوش، يا سلام على التكتيك والافكار العالميه.